في الوقت الذي لم يفيق المواطنون بعد من صدمة قرار رفع الدعم عن أسعار المحروقات، تعتزم الحكومة توجيه ضربة ثانية للمواطنين من خلال عزمها رفع أسعار الكهرباء. مواطنون أكدوا للحقيقة الدولية عدم قدرة مجلس النواب على كبح شهية الحكومة في رفع الأسعار، ومن ضمنها أسعار الكهرباء. رأيه وافق آخر شيء يخضع على الشروط، يعني بدي عنده، إذا عنده حل ممكن يقدمه للحكومة، وإذا ما عنده حل بده ينجبر يعني يمشي لهذا الإجراء. والله أخي اللي شفناه آخر شيء في مجلس الأمة لا يبشر بالخير أبدا. لهكذا كانت هذه المسلكيات نواب شعبنا واعي، ونطالبهم يرتقوا إلى مستوى الشعب. عودتنا الحكومات كلها أنه بتيجي بس من أجل رفع كل الأسعار على الشعب، وما في أي فائدة من أي حكومة بالنسبة للشعب، ما في أي فائدة. فمجلس النواب احنا إن خبرة من المجالس السابقة أنه لا أمل فيها، لأنه كل واحد هي مجالس مش نيابية، عبارة عن مجالس مصالح شخصية. أما مجالس النواب هذول بمروا كله على الشعب، بدناش إياهم هذول. النواب كلهم أصحاب مصالح متسلقين، أصحاب مصالح خاصة ليس إلا، كلهم أصحاب مصالح ما في غير ذلك. حكومة عاجلا أم آجلا سترفع سعر الكهرباء، والسبب إنها رفعت الدعم عن الغاز والمحروقات، وهذا تمهيد واضح وأكيد لرفع فاتورة الكهرباء. مجلس النواب هو قلته واحد بدها ترفعها، لأنه اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي بدها قرض في شروط إلا ترفع، بس مجلس النواب لا أتعشم به خيرا أبدا. يعني المواطنون أكدوا أنهم الضحية الأولى لرفع الأسعار، وأن الرفع المستمر للأسعار يشكل ضغطا كبيرا على كاهل المواطن الذي يعاني من صعوبات في تأمين لقمة العيش في الأوضاع الحالية، فكيف الحال من مضاعفة فواتير الكهرباء؟ محمد الفايز، الحقيقة الدولية.